مشاهدينا اهلا بحضراتكم في نشره طقس جديده من تلفزيون اليوم السبع. يمكن من اكثر المواضيع اللي شاغله الناس في الفتره الحاليه هي درجه الحراره والطقس والارتفاع المستمر في درجات الحراره. يا ترى مستمر لامتى؟ الاجواء دي هنفضل عايشينها لفتره اطول ولا لا؟ هيئه الارصاد بتقول ان في انخفاض من النهارده وبدايه لانكسار موجه الحراره دي من النهارده، وان ده اخر يوم في موجه الحراره. تفاصيل كتير عايزين نعرفها والناس حابين ان هم يعرفوا عنها اكتر. كل ده واكتر هنعرفه من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. اهلا بحضرتك يا دكتور محمود، منورنا. اهلا بحضرتك استاذ احمد، واهلا بكل متابعي اليوم السابع. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمود. هل فعلا النهارده بدايه انكسار موجه الحراره اللي استمرت من بين الاكتر من اسبوعين، ولا ايه اللي بيحصل النهارده؟ درجه الحراره عامله ايه؟ يعني بالفعل اليوم وان كان هو بدايه انكسار للحده مش انكسار للموجه، لكن طبعا هو بدايه امل او انفراج لهذه الموجه اللي طولت معانا بشكل غير عادي، قعدت اكثر من 15 يوم. لكن اليوم الانخفاض ربما مش هيكون محسوس ولا ملموس بشكل كبير غير على السواحل الشماليه تحديدا. السواحل الشماليه اليوم هتبدا تسجل درجات حراره عظمى 33 درجه مئويه، بعد ما كانت بتسجل الايام الماضيه من 35 ل 36 درجه. كمان القاهره الكبرى بعد ما كانت بتسجل ال 48 ساعه الماضيه درجات حراره عظمى ما بين 39 ل 40، اليوم متوقع انها تسجل 38 درجه مئويه. ده طبعا نقدر نقول بسبب بدايه تكسير للقبة الحراريه اللي اثرت علينا على مدار اسبوعين واثرت على العديد من دول الجوار. وبالتالي التوقعات بتشير انه بكره السبت ان شاء الله وعلى مدار الايام اللي جايه هيبدا يحل محل المرتفع الجوي للطبقات الجو العليا، ده هيحل محله امتداد لمنخفض جوي في الطبقات العليا للهواء اللي هيعمل على او هيسمح بتسريب بعض الهواء البارد من الطبقات العليا للطبقات القريبه من سطح الارض، وبالتالي هنبدا نلاقي بعض التغيرات في درجات الحراره وفي ظواهر الطقس المختلفه. نقدر نقول ان اليوم تحديدا القاهره متوقع انها تكون العظمى عليها 38 درجه مئويه، في حين ان محافظات الصعيد سواء الشمال او الجنوب هتظل فيها درجات الحراره اعلى من معدلاتها الطبيعيه. بكره ان شاء الله السبت متوقع ان يمتد الانخفاض ليشمل بعض المناطق الداخليه من الجمهوريه وتكون العظمى على القاهره 36 درجه مئويه. كويس، بس يعني بدايه امل فعلا ان احنا بدانا نكسر موجه الحراره دي ونكون اكثر حده في انكسار موجه الحراره دي. طيب دكتور، يعني لو اتكلمنا، هو الرطوبه اللي احنا كنا عايشينها الفتره اللي فاتت دي، كان دايما حضرتك كنت بتقول ان دايما بيصاحب ارتفاع درجات الحراره رطوبه، فعلشان كده بنحس ان درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه والمحسوسه بتكون اكتر. الرطوبه برضو مستمره معانا الفتره اللي جايه دي، ولا برضو هتكون انكسرت حدتها؟ مستمر القبة الحرارية خالص. القبة لها علاقة بمنخفض الهند الموسمي اللي هو عبارة عن كتلة أساسية بتأثر علينا خلال فصل الصيف بسبب سيطرة منخفض الهند الموسمي، ولكن طبعا الرطوبة كل ما كانت درجات الحرارة أعلى كل ما الرطوبة أشعرتنا أكثر بدرجات الحرارة العالية دي وبشدة الطقس. فلما درجات الحرارة المتوقعة على يوم الاحد او الاثنين القادمين ان شاء الله انها تكون 35 على القاهره الكبرى، فالرطوبه هتزود درجات الحراره فقط بمعدل درجه لدرجتين، وبالتالي هنشعر بها وكانها 37 او 38 درجه، مش زي ما كنا بنشعر بها المحسوسه كانها 43 درجه. ان شاء الله يعني هي هتبقى في انفراجة، هو انخفاض طفيف للعوده مره اخرى لاجواءنا الصيفيه المعتاده، والطقس اللي بيكون حار شمالا حتى القاهره الكبرى وشديد الحراره على محافظات الجنوب. بدايه من يوم السبت او الحد ان شاء الله الكتله البارده دي او الانخفاض ده هيبدا يوصل حتى جنوب الصعيد. بعد ما تسجل الايام دي 45 درجه ممكن على يوم الحد والاثنين تسجل 41 درجه باذن الله. كمان عايز اقول ان ممكن نشعر بالتحسن ده بسبب بعض هبات الرياح. الرياح هتبدا تنشط قليلا، مش نشاط قوي لكنه نشاط قليل، هيبدا يشتت احساسنا بالرطوبه ويبدا يحسسنا اكثر بالتحسن في الاحوال الجويه. ده شيء ممتاز جدا. طيب يا دكتور، الاجواء المستمره معانا اللي حضرتك بتقول اللي بتبشر بيها ان هي هتبدا من بكره ان شاء الله انخفاض في درجات الحراره حتى لو بدرجتين ثلاثه، ده شيء كويس جدا خلال الفتره اللي احنا عشناها خلال الاسبوعين اللي فاتوا. هل ممكن ترجع الفترة اللي احنا عشناها الأسبوعين اللي فاتوا دول مرة تانية، ولا خلاص هنرجع تاني للمعدلات الطبيعية لفترة الصيف كلها اللي جاية؟
فترة الصيف طبعا ظهورها تكون شهر 7 وشهر 8، درجات حرارة المتوسط أو المعدل بتاعها من 34 ل 36 على أقصى تقدير، ده المعدل الطبيعي. لكن مناخ مصر الطبيعي إنه بيتعرض خلال الشهرين دول لبعض الموجات اللي بتكون شديدة الحرارة، ترتفع فيها درجات الحرارة أعلى من المعدلات دي. لكن حتى لما رجعنا للسجلات لمدة 5 أو 6 سنوات على الأقل ماضيين، لقينا إن أي ارتفاع في درجات الحرارة ما كانش بيستمر اكتر من 2 أو 3 أيام 4 أيام على اقصى تقدير. لكن الغريب في الموجه الحاليه انها استمرت لاكثر من 15 يوم. يعني لو اتكلمنا عن العام الماضي تحديدا 2022، هنلاقي ان يوم واحد بس اعلى درجه حراره وصلنا لها في شهر 7 السنه اللي فاتت كانت 37 درجه مئويه، وكانت لمده يوم واحد فقط. يعني طوال الشهر طوال السنه الماضيه في شهر 7 الماضي يوم واحد فقط هو اللي وصلت فيه درجات الحراره 37، وباقي الشهر كانت درجات الحراره اقل من 37 درجه مئويه، في حين ان الشهر ده قعد اكثر من 15 يوم درجات الحراره كانت بتتراوح ما بين 37 ل 40 درجه مئويه. ده بالنسبه للقاهره الكبرى. استمرار الموجه الكبيره دي هو اللي زاد شعورنا وزاد احساسنا بارتفاع درجات الحراره. فوارد على الفتره المتبقيه من فصل الصيف اننا نشهد بعض الموجات شديده الحراره. التوقعات المبدئيه بتشير ان شهر 8 اعلى من المعدلات الطبيعيه على كل حال من حيث درجات الحراره. ده طبعا زي ما دايما بنقول بسبب ظاهرتين مزدوجتين مع بعض، مسألة تفاقم التغير المناخي وزيادة درجات الانبعاث الحراري، بالإضافة لظاهرة النينيو وهي الظاهرة المناخية المعروف عنها ارتفاع درجات الحرارة على كافة دول نصف الكرة الشمس. بالظبط، بس كفاية علينا البشرة اللي حضرتك بشرتها لنا إن في انخفاض من بكرة لغاية الأسبوع اللي جاي. إحنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود القياطي عضو المركز الإعلامي لهيئة الإحصاء الجوية، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. وبالتبعية بشكركم السادة المشاهدين، دي كانت نشرة الطقس إلى أنها لحضراتكم من تلفزيون اليوم 7. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وانتظرونا دوما في المزيد، وإلى اللقاء.